أشاهد مع حضراتكم يعني مجموعة من الإنفوجرافات، ونرجع نستكمل حديثنا عن قمة السلام غدا في القاهرة بمشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية. ويمكن العنوان الأبرز هو العودة لطاولة المفاوضات وخفض التصعيد لما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية. التداعيات الخطيرة للتوسع في هذه الاعتداءات سوف تكون تداعيات لا يمكن التكهن بها أبدا في المنطقة. نحن نتكلم عن شارع عربي إسلامي اليوم في حالة من الهيجان أمام هذه الاعتداءات التي تحصل والإمعان في التدمير والقتل ضد قطاع غزة والأراضي المحتلة. الوقت هذه تبقى فيه القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة والعبادة بالمبادرة العربية للسلام. دلوقتي معانا على التليفون الكاتب الصحفي استاذ احمد الخطيب، اهلا بحضرتك يا فندم. وتاتي هذه القمه قمه القاهره للسلام في ظل فشل يعني مجلس الامن في جلستين خلال التصويت لقرارين روسي وبرازيلي، تاتي قمه القاهره وسط يعني وتحظى باهتمام دولي، ماذا يمكن ان تقدم هذه القمه على المستوى السياسي؟ هل هو طرح سياسي فقط ام تغيير للوضع الحالي في غزه؟ مساء الخير استاذ هديل. اهلا بسيادتك. القمه المصريه التي تعقد بالقاهره وهي قمه عالميه وكبيره بامتياز، والوفود المعلن وصولها والرؤساء والزعماء تؤكد ان الحل يكون من قلب القاهره. بمعنى وهو حصار سياسي كبير لدولة الاحتلال الإسرائيلي. معلوم أن عدد من الدول الزعماء الذين سيزورون القاهرة اجتماعهم القمة الكبيرة صباح غد، أن هذه القمة تمثل حصارا سياسيا وضاغطا على إسرائيل، فضلا عن ما يجري العالم تعرف على أحداث 7 أكتوبر
يعني خدعت العالم، بمعنى تحت دولة فلسطين نسي العالم أن الشعب الفلسطيني شعب مقاوم وأنه محتل، وأن الأحداث وإن كانت يعني وإن كان يعني مدان بعضها فيما يخص. أستاذ أحمد يعني أنا مش قادر أسمع حضرتك كويس، لو حضرتك تكون موجود في مكان في شبكة علشان أقدر أسمع حضرتك. طيب لحد ما يرجع لنا أستاذ أحمد الخطيب نتحدث مع حضراتكم عن قمة القاهرة للسلام اللي بتعقد غدا بحضور 31 دولة وثلاث منظمات دولية، وكيف يمكن أن يكون للدور المصري الفاعل الحقيقة منذ الساعات الأولى في هذا القصف الغاشم على أهالينا في غزة دور في وقف التصعيد على الأراضي الفلسطينية. والحقيقة أنه ده ليه أوجه عدة وأصعد متعددة شفناها على مدار الأيام اللي فاتت، من مسألة محاولات لوقف العنف الجاري على الأراضي الفلسطينية لتجييش المساعدات، وكل ما نراه على معبر رفح الحقيقة من صور لشاحنات واصطفاف من الشباب لترتيب للأولويات والمستلزمات اللي تدخل لأهالينا في قطاع غزة. فهذا الدور المصري بصعوده المتعددة ليس فقط السياسي لكن أيضا الشعبي واضح منذ الساعات الأولى لهذا القصف. نعود للكاتب والصحفي أستاذ أحمد الخطيب. أهلا يا فندم، حضرتك معانا، تفضل. أستاذ هدية، أنا يعني كنت أقول أن العالم تعرض لخديعة كبرى يوم 7 أكتوبر عندما تعاطفا منحازا وكبيرا إلى جانب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، نسي العالم أن الشعب الفلسطيني شعب محتل، أن إسرائيل دولة احتلال، تزييف للتاريخ وللواقع. نعم نعم، لكن مع مرور الموقف المصري تحديدا أعاد للعالم جدد صوابه نحو الأزمة، بمعنى أن الموقف المصري الذي كان صلبا ومنحازا إلى الحق الفلسطيني باعتبارها أن أم القضايا وأعقد القضايا في الشرق الأوسط، عاد للعالم صوابه في النظر مرة أخرى نظرة اعتبار إلى القضية الفلسطينية. وما إعلان القاهرة ضرورة أن يكون هناك إعلان قمة داخل القاهرة إلا لهذه الرؤية الشديدة لهذا الموقف المصري. نجح الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يدير دفة المسألة نحو القاهرة ونحو الشعب الفلسطيني. يعني كنا رأينا في بداية الأزمة 5 دول كبرى أعلنت في بيان لها انحياز الكامل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونسي العالم الشعب الفلسطيني الذي أحضر الشعب الفلسطيني على الطاولة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن عن ضرورة أن يكون هناك حل ويتم استدعاء حل الدولتين، ورفض العمليات العسكرية الغاشمة ضد المدنيين ووقف وقف صلبة، بل وأنه دعا الشعب المصري إلى الوقوف إلى كل مخططات مصيرة القضية الفلسطينية. الذي حدث اليوم رسالة كبرى إلى ما يحدث في قطاع غزة والضفة وأراضي الضفة. يعني الرسالة اليوم التي ستتلقاها غدا زعماء القمة أن التصعيد الإسرائيلي متصاعد يعني بين كل ساعة وساعة لغلق الحل على القمة، سيرى العالم غدا بالصورة وبالأرقام أمام الزعماء أن إسرائيل تستخدم القوة الباطشة وأنها تفرض حلولا لن تكون حلا للقضية بالأساس. ال 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 القاهرة والدول العربية تعيد إلى الطاولة فكرة حل الدولتين حتى يتم حل القضية. ما يحدث الآن من تصعيد غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي والضرب في قطاع غزة ضرب مبرح واستخدام قوة غاشمة، نحن في كل ساعة يزداد عدد الشهداء ويزداد عدد المصابين وتزداد عدد المتألمين، البيوت المهدمة. يعني آخر إحصائية قرأتها يعني إحنا أول أمس لحد أول أمس 1200 منزل تم هدمه، 1200 منزل يعني 1200 أسرة، تخطى الشهداء 4000 شهيد. حتى هو اليوم أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه اليوم برئيس الوزراء البريطاني العدد نحو 4000 مدني صحيح استشهدوا على يد القوة الغاشمة الاحتلال الإسرائيلي. من يدفع هذه الفاتورة؟ كل ما تريد القاهرة الآن هو
الدخول الى مساعدات القطاع، مساعده انسانيه رقم واحد، ان توضع فكره حل الدولتين كحل استراتيجي للازمه على الطاوله. القمه غدا تتناقش كل هذه. برايك استاذ احمد، هل مساله تحركات الشعوب اللي ابتدينا نشوفها اللي تبدو حكومتها داعمه للكيان الصهيوني، لكن الشارع ليه يمكن كلمه اخرى، وشفناها في كذا دوله وحتى داخل الكيانات السياسيه في الدول الداعمه للكيان الصهيوني، ممكن ده يحدث فارق في القرار الدولي؟ الشارع المصري والشارع العربي والشارع الاسلامي والشارع الانساني في الدول الاخرى الان وقفه اليوم تعبر عن تطور مع القضيه الفلسطينيه. الموقف المصري هو الذي دعا، يعني التوحد في مظاهرات اليوم في عدد كبير جدا من دول العالم العربي هو صوت صدى المصريه الى الوقوف امام. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي استاذ احمد الخطيب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.